حقيقة بحكم شغلي مع في وكالة غوث اللاجئين ولقائي ببعض السوريين هنا، الحقيقة كانت الصدمة شديدة جدا بعد القرار. والحقيقة كلام سيد وزير الخارجية اللبناني مردود عليه، بأنه نحن نعلم أن دولنا العربية التي فيها بعض اللاجئين تتلقى المساعدات، ولكن مع الأسف عملية توزيع هذه المساعدات واستعمالها بالطريقة السليمة والقانونية والشفافة، هذا أمر يعني فيه دخن كبير. يعني صعب جدا أن هذه الأمور تمر يعني بيسر. أنا يعني الحقيقة أفصل بين أمرين، الأمر الأول هو مناقشة موضوع المساعدات، والأمر الثاني هو الأمر الإنساني. يعني حتى إن كان نفرض جدلا أن هناك يعني تقصير من ناحية الأمم المتحدة في هذه المساعدات ورعاية اللاجئين، الحقيقة الإقدام على قرار مثل الذي أقدمت عليه الحكومة اللبنانية هو قرار الحقيقة صادم، وقرار لا إنساني، وقرار يعني لا أجد له تفسيرا سوى أن هي توقعات، توقع رئيس الجمهورية مع حزب الله، مع سوريا، مع إيران، وبالتالي القضية قضية سياسية وليست قضية مادية. فحقيقة هذا القرار الصادم يعني يتخوف منه السوريون اللاجئون، وخصوصا ونحن يعني نلاقي منهم الكثير ونسمع منهم أن أشد المخابرات في العالم هي المخابرات السورية، وهي تسجل كل كبيرة وصغيرة عن شعوبها، وكل هؤلاء كل أولئك الذين غادروا يعني سوريا مسجلون ومتابعون، ونجد بعضهم في ألمانيا، وهناك من حكم منهم وغيرهم، فهذه التقارير موجودة هناك. العودة إلى سوريا يعني تصفية، يعني انتهاكات، يعني تصرفات لا إنسانية. أن يكون هناك قرار لبناني فهو قرار الحقيقة لا إنساني، خرق واضح وصارخ للقانون الدولي. فالحقيقة هناك تخوف كبير، وهناك نقاشات في القارة الأوروبية وفي مكاتب الأمم المتحدة للرد على ما صرح به وزير الخارجية، ويبدو أن التقصير ليس بالحد الذي يؤدي إلى طرد أناس مهددون بالموت، مهددون بالتعذيب، مهددون بالسجن من دولة وجدوا فيها الأمن.